التذكر، وتذكر أن مصيرنا سيؤول إلى ما آلت إليه هذه المرأة. سيأتي يوم لا شك في ذلك أننا سنموت جميعا، لو كنا بائين في الآبار أو كنا نسكن في الأبراج العالية، لابد أن يأتي اليوم الذي سنموت. قال الله عز وجل: ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، كل ناع سينعى، وكل من يسير فوق الأرض سيأتي يوم وسيكون تحت الأرض، ولا ينفعنا يومئذ إلا العمل الصالح. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل لا يقبل عملا من العبد إلا إذا توفر فيه شرطان. وأتمنى من شبابنا اليافعين أن يحفظوا عني هاتين الكلمتين: كل عمل، صلاتك وزكاتك وصومك وحجك وذكرك وحضورك الجنازة وزيارتك المريض وذكرك لله، لا ينفعك إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ هو أن تقوم بهذا العمل لله سبحانه وتعالى، ليس من باب العادة أنه مات رجل ندفنه، وليس من باب حتى لا يقول ابنها أو أحد أقاربها: أي وحشومة فلانة ماتت من حضر شيء من هذا القبيل، بل تقصد أن هذا واجب ديني وتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن جينا نحضره نجيو لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني وهو المتابعة. ما معنى المتابعة؟ هو ندير العبادة ديالنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الحمد لله بسيط، ما كيحتاجش عملية رياضية الهندسة، وما كيحتاجش حل بالعادية الأدوات الهندسة، وما كيحتاجش شي ثقافة عالية بزاف. الدين ديالنا دين العجائز، يعني الأمي كيعرفوا والدكتور كيعرفوا واللي قاري كيعرفوا، واللي بغى ما يعرفوا شي والله يكون عنده أعلى الشهادة لفهمتها حاجة، لأن هي القلوب والفهمة. شنو المتابعة؟ أن نقوم بالعبادة كما قام بها من؟ سيد الخلق. الثلاجة مي كنشروها رحنا كنقراو الكتاب كيفاش غنستعملوها، الكوكوت لما كنشروها رحنا إما كنسولوا الناس اللي فاهمين وإما كنقراو الكتاب اللي فيها. الطوموبيل أيضا. الدين ديالنا راه ما فيه شيء، العقل ديالنا وكل واحد فيه الاتباع. كيفاش النبي عليه الصلاة والسلام دار العبادة؟ الحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام دفن أبناءه كلهم في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها. راه إبراهيم وعبد الله والقاسم وزينب ورقية وأم كلثوم، ستة ديال ولادو كاملين دفن من النبي في حياته، دفن كثير من الصحابة رضي الله عنهم في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها من بناته اللي ماتت بعد منه بستة أشهر. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام كيدفن؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام كيشيع الجنازة؟ كيف كان؟ هذه مسائل سبحان الله ما تحتاج حل بالعادية الغناء، حل بالعاد فلسفة وحل بالعاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الدين ديالنا دين الاتباع وليس دين الابتداء. ما غنطولش في الكلام بزاف، جوج الكلمات مفيدين. هذا هو الحق ما به خفاء، وهذه المرأة ماتت، نسأل الله تعالى أن يرحمها برحمته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعله حفرة من حفر النيران. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم لا تصبنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نأكل بقرآنك، اللهم إنا
نعوذ بك أن نقف في طريق اتباع نبيك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزق أهلها الصبر والسلوان، وأن تجعلهم حب نبيك وحب من يتبع نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والوصية التي أوصيكم بها دائما على هذا الطريق فانحوا، مت أو مات النائب ونائب النائب فانحوا على هذا النحو، ووفقكم الله جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Yeah.